فهذا أيضا رد على الإعلامي المدعو وسيم يوسف في محاولته للفتوى بالباطل حينما أفتى عن الاستمناء وجوزه، وكذب على الإمام أحمد بأنه يجوزه، وكذا أيضا المدعو صالح المغامسي هداه الله أيضا يجوز الاستمناء باليد، ونسب المغامسي أيضا للإمام أحمد أنه جوزه وقال بالنص، قال والإمام أحمد يرى الجواز يعني جواز الاستمناء. وقال أيضا في الدقيقة رقم 2 قال الإمام أحمد بجوازها يعني الاستمناء والعادة السرية. قال المغامسي قال الإمام أحمد بجوازها بالمشهور المنقول الصحيح عنه في مذهبه. العادة السيئة هذه مختلف فيها فقهيا، قال الإمام أحمد بجوازها في المشهور المنقول الصحيح عنه في مذهبه، وهذا كذب من المغامسي وكذب من المدعو وسيم يوسف. وقد نقلت مذهب الإمام أحمد هنا في هذه الورقات كما نقله عنه أخبر إنسان بمذهب الإمام أحمد وبالمذاهب، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 34 أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر من فعله. ويظهر في هذه الفتوى أن الصحيح من مذهب الإمام أحمد هو التحريم للاستمناء أو ما يسمى عند الناس اليوم بالعادة السرية كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونقل أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء المشار إليه آنفا قوله وأما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده فهذا حرام عند أكثر العلماء، وهو أحد الروايتين عن أحمد بل أظهرهما، يعني الرواية الصحيحة في مذهب أحمد التحريم للعادة السرية وهو الاستمناء ويسمى أيضا بجلد عميرة ويسمى بالخطخطة بل أظهرها. وأما وسيم يوسف فقد اتصل به شاب وقال له تبت، في خلاصة كلام الشاب قال تبت من العادة السرية والحمد لله تاب الله علي إلى آخر ما قال، فأراد وسيم يوسف إرجاعه، قال له لن تتب ستعود إليها. الشاب قال لا تبت، تبت يا شيخ؟ قال عن جد؟ قال تبت. فلما أصر الشاب على توبته جزاه الله خيرا وتاب الله عليه وعلى جميع المسلمين، أراد وسيم يوسف إرجاعه إلى هذه العادة السيئة وإلى هذا الفعل الشنيع، قال له جوزه الإمام أحمد بن حنبل. يا شيخ لمدة أكثر من سنتين كنت ابتليت بالعادة السرية يا شيخ. زين. والآن من علي الله بالتوبة والحمد لله شيخ. ما راح تقدر تتركها. أنا بريحك على الهوى، صح الكلامات غلط بس ما راح تتركها. صح؟ ليش؟ أنت ما تركتها ترى. لا تركتها. أكيد. يا سيدي في لا تكلف نفسك ما لا تطيق. انت كم عمرك يا عبد السلام؟ 16. كم؟ 16. انت في اوج قوتك وشهوتك وشبابك، علمت؟ فلا تثقل نفسك، اذا رايت حاجتك العب رياضه كذا كذا، اما اذا لا قدر الله قاوم، فاذا لم تستطع فالامام احمد اجاز، علمت؟ نعم شكرا. شكرا لك. انظر الى هذا الاجرام وإلى هذا الباطل والفتوى والقول على الله بغير علم. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأيضا قال العلامة الشنقيطي الكبير صاحب أضواء البيان في كتاب أضواء البيان، قال المسألة الثالثة اعلم أنه لا شك في أن آية قد أفلح المؤمنون هذه التي هي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد
المعروف بجلد عميرة ويقال له الخضخضة، لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك فقد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا. إذن الاستمناء كما ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى حرم بنص الكتاب، بنص القرآن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الإمام الشنقيطي: وفي سورة سأل سائل، وقد ذكر ابن كثير أن الشافعية ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد. وقال القرطبي رحمه الله: قال محمد ابن عبد الحكم سمعت حرملة ابن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، يعني الاستمناء، فتلا هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الشنقيطي: الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة. إلى أن قال: فالله جل وعلا قال: والذين هم لفروجهم حافظون، ولم يستثن من ذلك البتة إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط، ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين دالة على المنع، هي قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح يده، وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه. ثم ذكر تحريم الحافظ ابن كثير للاستمناء مستدلا بظاهر القرآن أيضا. سبحان الله، وسيم يوسف يقول في قوله السابق الباطل: أنا أشك بكل كتاب دون القرآن، حتى البخاري ومسلم، يعني أشك فيهما، وبكل كتاب دون القرآن. والآن حرمة الاستمناء جاءت في القرآن الكريم في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، في سورتين وفي آيات تكررت في هذه السور، ومع ذلك لم يقبل القرآن، مما يدل على أن هذا الرجل كاذب في قوله الأول: أنا أشك بكل كتاب دون القرآن. إما أنه يشك في القرآن لذلك لم يقبل بهذه الآيات من القرآن، وإما أنه يجهل أن هذه الآيات من القرآن أصلا، لا سيما والرجل لا يستطيع أن يقرأ الآيات من القرآن عادة في عادته قراءة صحيحة. قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هكذا بالسكون، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وكررها في عدة محاضرات نفس الآية بنفس الخطأ. وأيضا لما كان له لقاء مع ذلك القس الكافر على تلفزيون الإمارات تقريبا، أراد أن يقرأ آيات من سورة الضحى، فما استطاع أن يقرأ أبدا حتى قرأها له القس الكافر، فجعل وسيم يقرأها بعده، وبعد ذلك قرأ أيضا خطأ، مما يدل أن هذا الرجل بعيد تماما عن كتاب الله قراءة وفقها وعلما ودراسة، وبعيد تماما عن السنة، لأنه قال: أشك بالسنة. وتناقض آخر لهذا الرجل الضال المضل المنحرف عن الصراط المستقيم، تناقض واضح جدا في قوله الأول: أشك بكل كتاب دون القرآن حتى البخاري ومسلم. الآن أتى بكلام نسبه للإمام أحمد، فهل كلام الإمام أحمد قرآن؟
هو قال أشك بكل كتاب دون القرآن، حتى البخاري ومسلم يشك فيه. إذا لماذا أتى بكلام للإمام أحمد وليس فيه قرآن؟ أليس هذا من التناقض الرهيب العظيم الواضح الذي يدل على أن هذا الرجل صاحب هوى وأنه منحرف؟ وأخيرا رسالة للمسلمين عامة وللعرب والخليجيين خاصة الذين فتحوا منابرهم وقنواتهم لهذا الضال الشهواني الذي يغازل النساء على وسائل إعلامهم وعلى قنواتهم وعلى صفحات التويتر عندهم وغيرها. غاروا على أعراضكم أيها المسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، رواه البخاري في الصحيح أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قصة سعد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يفعل أحدكم إذا رأى رجلا في بيته، أو كما قال قال سعد والله لأضربنه بالسيف غير مصفح يا رسول الله، فتعجب القوم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني أغير من سعد وإن الله أغير مني ومن سعد. فالذي لا يغار على حرماته وعلى حريمه ونسائه في إيمانه نقص، فعلى المسلمين جميعا ألا يمكنوا نساءهم ولا بناتهم ولا يمكنوا آذانهم أنفسهم من السماع لهذا الرجل الشهواني، كما بينا في المقاطع التي نشرناها أنه يغازل بنات جدة ويقول بنات جدة حلوين وبنات جدة ما حد يزعلهم. هل هذا رجل دين؟ هل هذا شيخ؟ هل هذا يصلح أن يكون طالب علم فضلا أن يكون عالما أو مفتيا للمسلمين في نوازلهم؟ اتقوا الله يا عباد الله وأوقفوا هذا الرجل ولا تسمعوا له أبدا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.